السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتي وحبابي وصحابي، نقدموا لكم ان شاء الله هذه السياره الجميله، هذه الكحله الرباطيه الدبلوماسيه تبارك الرحمن. الاس اللي كيجيب هطول الرحيم ورماشي مع الاسات اللي كتعرفوا ديال 2009 و2010، راه السوق تبارك الرحمن، راه السوق ديال بصح. مرحبا بكم اخوانا، وقفوا ندير لكم عطيكم عليها التفاصيل. فهذه الاس 320 مازوت 6000 درهم ضريبه، طوموبيل تبارك الرحمن نقيه بزاف، لدرجه ان داكشي الكوفلور الدريح لي مورتيسور داكشي كلشي مازال فيها كما ينبغي، كلشي خدام، اوبسيون كاملين خدامين، والنقا ديال بصح والجوده تبارك الرحمن. كما كنجيب ديما الاس، وراه هادي ماشي هبط يدك فيها البسمه، ستوب ستارت ديماري مي بلا ساروت، كلشي اوريجينال، الكاميرا فيها اوريجينال، الرؤيه الليليه، طوموبيل عامره تبارك الرحمن، حتى الفوق البلافو دوبل طوا، يعني ماشي ديك الاس اللي من تشوفها وطايحه وتلقاها هابطه مغبره تاخذها ان شاء الله بعشرات الملايين ولا 8، هذه راه ماشي ديال 8 الملايين الخوت، باش تعرفوا في الاس شنو هي. انا تنقول لك تنجيب جوج بياسات ثلاثه في العام من هكا، وتا كنلقاهم كيما بغيت عاد تناخذها. المهم طوموبيل بصح تحس براسك بحال راكب على الطوموبيل بمواصفات جديده وبثمن معقول، حيت ما بقاش الحاجه ملي كتنقارض ما كيبقى عندها حتى ثمن الخوت من الاخر. هذا بينا كل لقينا شي 10 ولا 20 يكونوا تتبيع كل نهار وحده ولا كل شهر وحده، تتلقاها بسهوله ماشي مشكل، ما تتلقاش دابا المليح ديال هاد البياس هادو.